يعني أما موضوع التسول فالواقع أن الناس يفسد بعضهم على بعض، فمن المتسولين من يتسول والعياذ بالله وهو في غنى، وهذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، قد لحي وجهه من اللحم وبدت العظام والعياذ بالله. وإذا علمت أنه غني وجب عليك أن تطرده وأن تبين الناس غناه حتى لا يغتروا به. وإذا غلب على ظنك أنه غني فلا تعطه وانصح. وإذا شككت في الأمر فكل أمره إلى الله ولا يلزمك أن تقابله بشيء، ولكن يبقى النظر أن من الناس المتسولين من يقوم أمام الجماعة ويتكلم بصوت مرتفع فيشوش على الناس أذكارهم بعد الصلاة، أو يستمر بالكلام حتى يشوش على من أراد أن يقوم ويتنفل، فمثل هذا يمنع ويقال أخرج إلى باب المسجد من خارج. نعم.